السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. معكم فاطمه من قناه فاطمه المزابيه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي في باديس كسكسو ديال الذره بلحم الراس. المهم بنات ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا البنات عندي واحد الحبه ديال البصله، عندي هنايا تقريبا واحد رابعه ديال المطيشه، يعني سلقتها وطحنتها. عندي هنايا لحم الراس، يعني نتوما كتبقاو على حسب الاشخاص. عندي هنايا شويه ديال الحمص راه مرطب، ويعني مرطب كان عندي في الفريكو. وهنا عندي الخضره، عندي هنا القرعه حمراء، عندي قزبر ومعدنوس، عندي خيزو، عندي القرعه كورجيت الخضراء، وعندي هنايا اللفت الابيض واللفت المحفور. عندي القليل من الماء، وعندي هنايا واحد معلقه كبيره ديال الزيت الروميه، عندي هنا واحد معلقه صغيره ديال السمن، وعندي هنايا واحد معلقه مع مرانش ديال البزار او قل، عندي هنايا معلقه ديال الملحه صغيره، وعندي هنايا يعني معلقه صغيره ديال السكينجبير حتى هي مع مرانش، وهنا معلقه كبيره ديال الخرطوم عامره، والقليل من الملون حسب الذوق. راه اصلا راه الدرا كتكون باتس كيكون صفر، ما بغاش يديروا ما يديروش. المهم بنات ندوزو لطريقه التحضير. المهم بنات على بركه الله غناخذو هاد الحيماس. بسم الله، غنزيد عليهم هاد الزيت، وغادي نشلط هاد البصله ونطلقها معاها. المهم بلاص بعد ما شلطت هاد البصله هادي، دابا غنزيد حتى مطيشه انا كنديرها في الاول، حتى هي كنقليها تقلى هكا. غادي نزيدو هاد شويه ديال السمن، غنديرو العطريه هكا، وغنزيد حتى هاد الماء غير شويه، ماشي بزاف باش ما تحرقش لينا العطريه. المهم البنات انا دابا غنديرو يطلق يتقلى ونطلق معاكم. المهم البنات بعد ما خليت الحيمات يتقلى، ودابا غادي ندوز معاكم الطريقه ديال باداس ديال السميده. المهم هنا عندي جوج الانواع، عندي هاد السميده الغليظه، وعندي هنايا هاد الرقيقه. هذا كاين اللي كيدير غير هاد الدقيق، ولكن صراحه حنا النواحي ديال المصاب ما كتعجبناش غير بوحدها، كنخلطوها. المهم البنات غادي ناخذ هكا قصريه، وغادي نخوي غير شويه ديال الماء، ماشي بزاف صافي، ونبقاو بحال هكا نكسكسو هكا البنات. كسكس راه ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وغادي نرش شويه من هادي هكا، ونزيد غير شويه ديال الماء ويبقى هكا حتى نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي، حتى ندخل هذاك الدقيق، هاد الدقيق هذا ديال الذره مع هاد السميده هذا، ونطلق معاكم. مهم البنات انا كملت، ولكن بالنسبه للماء راه كديروا غير شويه، بقاو تخويو شويه ديال الماء وديروا شويه ديال الدقيق في حالة خلطتوها مع ديك الذره الرقيقه، وصافي. وها هي دابا واجده عندكم، ها هي وجدات البنات، شفتوا يعني ساهله ماشي شي حاجه هكا صافي. دابا دابا غنديرها في الكسكاس، نديروها ان شاء الله تفور الفوره الاولى بسم الله، يعني كاع ما تخلعكم راه ساهله وزوينه الدرا، راه صحيه مزيانه، مال السكر مزيانه لوليدات الصغار، يعني راه كلها صحيه. وهذه راه هضره بلديه ديال البلاد. ونساق معكم البنات. المهم البنات دابا تقلات ليا هاد الحينات هادو، دابا البنات غادي نزيد الحمص لانه كيشد الطياب شويه صافي، وغادا نروي. المهم البنات بعد ما رويت دابا صافي غادا نسد، غادا نسد صافي، غنخليه ثلث ساعه
دابا الناس هنا في هذا البرمه انا درت فيها غير الماحيس كلشي كنطيبو في الكوكو صراحه. غادي نوريكم كيفاش الطريقه ديال القفال، حيت بزاف ديال الناس ما كيعرفوش يديروا قفال. ساهله، كناخذو غير ميكه عاديه، ميكه بيضاء هكا صافي، وكنطويوها. حيت منهم انا من راسي ما كنتش كنعرف ندير القفال، وكوكا كنفور وداكشي كيبقى يخرج ليا من الجناب. هاد الميكه ساهله، طريقه ساهله هكا، كنطويو البنات هكا، راها ساهله ماشي شي حاجه صافي. وكندير بحال كنلبس هاد الفم ديال البرمه هكا البنات، راه نهائيا كيطلع ليكم فار وكيجي زوين، كتزمتو كما نقولو هكا، كتلبسوها صافي بحال هكا، شفتو هكا صافي. ونحطو عليها الكسكاس صافي، وهاو معندوش منين يخرج لينا لافابور، يعني البخار معندوش منين يخرج لينا صافي. دابا غنخليها الفور الاولى، غنخليها تفور مزيان 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 البنات، تقريبا شي ثلث ساعه ونطلق معاكم. المهم البنات، ها الفوره الاولى ها بدات ديالناها هو فار، دابا غادي نعاودو وانا معاكم. المهم البنات، ها هو عندنا، دابا غنزيد واحد شويه ديال الملحه، غير شويه هكا ونذوقو. بسم الله، وراه كيشرب الماء هاد البلديه هادي، هاد الدرا تشرب الماء. وديروا غير شي فرشيط هكا ولا شي هذيك المعلقه ديال العود، لحقاش راه كتشد سخونيه بزاف، ماشي بحال هكا السميده. ها صافي الناس، انا حيت العاشق دابا غادي غنخدمو بيدي، ضروري خصكم يدلكوه. هكا راه سهولة، الناس بعد ما كملت. المهم حاولوا ما تقويوش ليه الماء بزاف بزاف باش ما يتكورش ليكم صافي. وخليته تقريبا غير واحد شويه، واحد 3 دقائق هكا يشرب صافي، كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غنبدا نردو الكسكاس هكا، وفي نفس الوقت كندير بيديا هكا باش لا كانت شي حاجه مكوره يعني تفك هكا بيديكم، ساهله ماشي شي حاجه واعره. المهم الناس، انا غنحاول نعمر الكسكاس ونطلق معاكم. المهم بنات، انا دابا درت هاد البداز هذا يفور في الفوره الثانيه دابا، ونتلاقى معكم ان شاء الله. المهم بنات، دابا راني طفيت على الكوكو، نشوفو هاد الحيمات عندنا فين وصلوا، ها هما طابو صافي طابو. دابا غندير الخضره، غندير خيزو، الخضره اللي شويه كتشد طياب، خيزو واللفت، لفت البيض واللفت المحفور. والقرعات بجوج، لا الحمراء ولا الكورجيت، غادي نخليهم من بعد. المهم البنات، دابا غنسد عليه تقريبا غير واحد 10 دقائق ونعاود نطفي عليه ان شاء الله. المهم البنات، كسكسو بداز ديالنا هو الفوره الثانيه هي حتى هي طلعات، دابا غادي نعاودها وانا معاكم. المهم البنات، انا نزلته هنا في القصريه، غنخوي عليه شويه ديال الماء هكا، نحطو باقي مجموع. هاد الطريقه كتجي زوينه وكيشرب الماء هكا، غير شويه تقريبا شي نص كاس ديال كاس ديال العنبه هكا، نخليها واحد شويه واحد جوج دقائق هكا ونطلق معاكم. المهم البنات، بعدنا دازت تقريبا واحد جوج دقائق صافي، دابا غادا نبدا هكا نفك فيه. راه سخون، كتشد السخونية هاد الدرا هادي، ونتلاقى معاكم. المهم بنات، بعد ما فكيتو خديتو واحد جوج دقائق،
كيجي على هذا الشكل هذا، كيشرب هذاك الماء بطريقه زوينه هذه زعما. والله العظيم انا كنت على حساب الكسكسو كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزيد ليه واحد شويه ديال الزيت، هكا واحد حساب معلقه كبيره هكا صافي، ونعاود نخدمو ثاني هكا غير بيدي هكا عادي هكا البنات صافي. وغنديرو في الكسكاس ونردو الفور الفوره الثالثه ان شاء الله الاخرى. المهم البنات بعد ما دازت تقريبا واحد 10 دقائق هكا الخضره عندنا هي طابت خيزو الوطا. دابا صافي غنزيد هاد الخضره اللي قطيت دغيا القرعه القرعه حمراء وهاد القرعه الخضراء كورجيت هكا وهاد القبيطه ديال الربيع وغادي نذوقو. الا جانا نصوص غنزيدو شويه ديال الملحه. المهم بنات انا غنسد عليه واحد 5 دقائق. هنا عندي ها هو يعني حتى هو فار صافي. نتلاقى معكم ان شاء الله في شكل نهائي عادي كنحيدو من الفرن ونديرو في القصريه صافي، وكن كيكون هذا وجد عندي صافي وكنسقي عادي. ونتلاقى معكم ان شاء الله في شكل النهائي ديال هاد الغداء هذا. المهم البنات بعد ما سقيت انا هنايا في هاد الزلافه راني خليت شويه ديال البلول وزدت عليه شويه ديال السمن. واخا انا درت السمن في الاول ولكن ما كثرتش. دابا درت واحد المعلقه صغيره وزدت عليها واحد المغرف ديال البلول. ودابا غادا نعاود نزيد نسقي معكم هاد القصيريه هادي هكا باش تجي. انا من عشاق السمن وكيعجبني في الكسكسو، واذا ما كان السمن في الكسكسو الصراحه فهذا شي حاجه ناقصه. المهم هكا ناس هكا. المهم بنات هذه هي القصيريه ديالنا ديال اليوم ديال بداس. نتمنىها تعجبكم ونتمنىكم حتى نتوما تجربوها مع وليداتكم ومع العائله ديالكم. واذا عجبكم فيديو البنات ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاخوان والاخوات، وما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه ديالكم. وكنقول للناس جداد مرحبا والف مرحبا في القناه. ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا زر الجرس ان شاء الله باش يوصلكم ديما جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله وحفظه، مع السلامه.